بالرغم من تحركات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإيجاد حلول لأزمة السترات الصفراء، إلا أن الحركة الاحتجاجية قد دعت إلى الخروج في تظاهرات جديدة للأسبوع العاشر على التوالي، وما أشار مراقبون إلى أنه تحدي جديد للرئيس الفرنسي رغم بدء الحوار الوطني الفرنسي. من ناحية أخرى، عقد الرئيس ماكرون لقاء مع رؤساء بلديات جنوب غرب فرنسا في محاولة لخفض حدة التوترات في الشارع الفرنسي وإيجاد حلول فعلية لوقف تظاهرات واحتجاجات السترات الصفراء. هذا اللقاء يأتي في إطار حوار وطني موسع يهدف إلى استرضاء الحراك الشعبي الأصفر الذي بدأ منذ أكثر من شهرين. وبحسب ماكرون، فإن تلك الإجراءات والمباحثات تمثل منعطفا مهما في توحيد الأطر الفرنسية والخروج من الأزمة. بالنسبة لي، تمثل جولة الحوار هذه إعادة صياغة الإجماع والوحدة التي نحتاج إليها، وتساعد أيضا في تخفيف المواقف الصعبة بشأن بعض الأمور والقضايا، فضلا عن تصحيح الأمور التي قمنا بها من وقت لآخر في السنوات أو العقود القليلة الماضية. ففي الأساس، فإن الوحدة الوطنية يجب أن نبنيها معا. ماكرون قام بالرد على أسئلة رؤساء البلديات بشأن الحياة اليومية والسياسات المحلية ووضع أفق وحلول لتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن مناقشة أربعة ملفات أساسية سعيا للاستجابة لمطالب السترات الصفراء. كانت قد بدأت الاحتجاجات في 17 من نوفمبر لعام 2018 بسبب زيادة أسعار الوقود وتدني الظروف الاقتصادية، لتتحول إلى أكثر الاحتجاجات عنفا في فرنسا خلال الأعوام الأخيرة. وتخللت الاحتجاجات مواجهات بين الشرطة ومحتجين أسفرت حتى الثلاثاء الماضي عن 10 قتلى وأكثر من 1700 مصاب، فضلا عن توقيف 5600 وسجن أكثر من 1000 شخص بحسب المصادر الرسمية الفرنسية.